السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه الكركم وهي صالحة، ويشربوها الاطفال، يشربوها الناس، مش يديروها في طبيخ، يشربوها مع الماء مع العصير. ممكن يعني الانسان ما يشربهاش مشروب ساخن ولا مع مشروب بارد. اللي مثلا تسمعنا بانهم كيخلطوها مع الحليب واش جيد؟ مع أي مشروب، مهم لا توصل للجسم. ثم كذلك مع الحساء، الناس اللي كيديروا الحسوة ديال الشعير، حساء الشعير ما كيعملوش مع كركم. الناس اللي كيعملوا مثلا القطاني البيصر، هذه اللي كنسميوها في المغرب قطاني ديال حساء الفول والحمص، هذاك الشيء ما كيعملوش مع كركم. بس تكون ملعقتين كبيرتين، لا الكركم احسن، ملعقتين. ملي طيبوا هذا الحساء ديال الفول ولا حساء الشعير، يعملوا ملعقتين كبيرتين او ثلاث، يعطيو واحد يزيدوا، يجيبوا ان يضاف بكميه كبيره باش يعطي تركيز اكبر. هو يحفظ من سرطان القولون، الدراسات اللي تفضلتي هي دراسات وصلتنا علينا، هذه الدراسات وصلتنا في اوائل التسعينيات. هذه الدراسات اللي يعني اللي تفضلتي بها في المقدمه، هي كاين الدول الاسيويه هي اللي متقدمه في هذه الاشياء، من سريلانكا، من كوريا، من الهند كذلك، لان الطب الهندي يعتمد على هذا التيرميريك، على الكركم، ويعتمد كثيرا على القرفه وعلى بعض التوابل القويه، والكركم هي قويه في الطب الهندي. حتى ان الان كاين صناعه ديال الاقراص من الثوم، غير الثوم يعني مجفف مسحوق ثوم على شكل اقراص، كاين كذلك اقراص كما تفضلتي، كاين كبسولات واقراص ديال الكركم كاينين موجودين. لا يعني هادو موجودين الان، موجودين يعني جيد. هذه المنتوجات هي جيده لانه يحفظ من سرطان القولون، وكذلك يحفظ من الامراض المتعلقه بالجهاز العصبي مثل الزهايمر والباركنسون والسكليروزيس. لماذا؟ لانه هو يكبح هذه العامل الذي يذيب الميلين، اللي كيخرب الميلين، مكون الميلين اللي كاين في الخلايا الدماغيه النورونز، هو اللي كيخربهم، هو العامل ديال الاي ال 2. وهذا الاي ال 2 هو اللي الكركم كيكبح، يعني كيحفز الانزيم اللي كتعمل على حفظ هذا الميلين من التخريب. ثم كاين الانزيمات القويه في الجسم، يعني الان الامريكيين كيراهنوا على الجليوتاثيون ترانسفيراز، وكاين يراهنوا على السوبر اوكسيد ديسميتاز، هادو انزيمات قويه، والسيكلو اوكسيجينيز 2، هذه الانزيمات هي اللي كتريح الجسم من التسمم. من قبل كانت هذه الانزيمات لا تعمل كثير، لان الانسان ما كانش كيتسمم، كان يتناول مواد طبيعيه. اما الان الانسان يتسمم كل ساعه، ولذلك هذه الانزيمات يجب ان تحفز، يجب ان يكون هناك اشياء طبيعيه تحفز هذه الانزيمات لتحفظ الجسم من التسمم. هو يحفظ الكبد للتعرض كذلك للكيتونات ولهذه المواد السامه، يعني الزينوبيوتيك كيميكالز، لان الكبد هو القمامه ديال الجسم، كل الاشياء تمر من الكبد. فهاد الزينوبيوتيك كيميكالز هادو كيكونوا عاليين في المحفظات، في المواد الكيماويه، في كل الاشياء، بما في ذلك الادويه. هذه التي تمر الى الكبد، هو الكركم يحفظ الكبد من التسمم. وفي حاله ما اذا كان تعفن على مستوى الكبد مثل التهاب الكبد بي وسي، فهاد الناس الى بقاو يشربوا، ماشي علاج وانا اقول يعني، ويحفظ الكبد، نعم، يبقاو يتناولوا بانتظام. يعني هو هاد كلمه في المقدمه اللي جات، كلمه بانتظام قويه جدا، لان يعني كاين الناس اللي كياكلوا الكركم مره في السنه ولا مرتين، ولا تيبدا يشرب من بعد يقول لك ما حسيت والو. لا، يجب تناول الاشياء هذه بانتظام، يعني لا يمكن ان ترى النتيجه بعد يوم او يومين، ولكن ممكن ان ترى النتيجه بعد سنه او سنتين. يعني كتشوف الجسم ديالك بانه جيد، لانه ما بقاش يعني الوظائف ديالو تنقص، فهذا شيء جيد. يعني تناول الكركم مع ماء دافئ او مع عصير او مع اي شيء، يعني بانتظام، الناس اللي عندهم تسمم على مستوى الكبد، بما في ذلك الاوكسيديتيف ستريس. هذا المشكل اللي كيوقع في الكبد، الناس عندهم، لان الكبد هو قوه الجسم، قليل من يعلم هذا. الناس اللي ما كيقدروش يخدموا، ولا عندهم واحد العياء مزمن، واحد هو اما الكليه اما الكبد، يعني هذه معروفة، يعني حتى الإخوان الأطباء، هاد الناس اللي عندهم التهاب الكبد بي و سي واللي واصلين السيروزيس، الأطباء كيمنعوا عليهم العمل بقوة بجهد، لأنه يعني ما يقدرش يحمل واحد الحاجة ثقيلة، ولا يقدر يخدم واحد مدة طويلة في اليوم ولا حاجة، ولا يكون عنده ورشة بناء، ولا يكون فلاح ولا شيء، ما يقدرش يخدم، لا يقدر على 6 7 ساعات، يكون عنده عياء هنا، لأن الكبد والكلية هما اللي كيعطيو قوة للجسم طبعا. لأن فهذه الكركم، هذه هذا العشب جميل جدا، هو نستورده، هو مهده والسايلان، هو في الهند، هي من الاشياء التي كاين تبع الدول الافريقيه كذلك، تبع الدول الافريقيه. ولكن في وقت اللي يعني كيكون جيد هو اللي من الهند. نعم، ولكن كاين واحد الممارسه كاين مع الاشياء هنا، الناس عن جهل، ف
النساء حتى الجاء كيجيو يسخنوه على النار في الفراح ولا حاجه، كيسخنوه على النار، كاين اللي كيدهنوا بشويه زيت عاد يسخنوه، كاين اللي من الاحسن بلاش، يعني من الاحسن لا يعلو في الشمس خليه شويه يجف في في الشمس. الشمس باش تحيد منه هذيك الرطوبه، ثم ماشي. يطحن ولا يدق، اذا كان يدق احسن. يعني النساء كانوا كيعملوا كي ما كانوش كيدقوا كميه كبيره، النساء كان عندهم واحد الذكاء يعني عجيب عجيب، ما كانوا علاش، لان ملي كنطحنوا واحد الكميه كبيره يمكن بعض تفسد المكونات كتمشي، او يمكن يفسد. وربما بعض الفطريات تنبت عليه. لكن ملي كان النساء كانوا كيدقوا اربعه ولا خمسه العروق، هذوك الجذور اربعه اللي ولا خمسه غيستعملوا الحبات زعما واحد في المنتقى المهراس، صغيرة. لا الاستعمال الحالي ترمي تدق جيد، وكتعمل في يكون الطبيخ، في واحد الرائحة نعم، نبالة. وكيبقى خازناه كتخزنه على شكل جذور هكذا، جذور يعني كما أفضل. هو، يعني ما لا بدون ان يسحق او ان يطحن. هذه اشياء جيده، ولكن من جيدة. الاحسن الناس اللي كيحمصوه من الاحسن لا. يساعد كعلاج لمرضى السكري حيث يقوم بتحفيز إفراز الأنسولين، هل هذا صحيح؟ لا صحيح، ولكن ليس بهذه الطريقة اللي جات على الفيسبوك. أنا قلت بأنه هو يساعد على إزالة السموم أو على تعرض الأعضاء للسمومية، يعني التوكسيسيتي، منها الكبد والبنكرياس ومنها حتى الطحال. هو يحفظ هذه الأعضاء، يعني يغسل هذه الأعضاء، هو داخل في الديتوكس، داخل في الكلينس، يعني الناس اللي باقيين يعملوا تخرج كلينس نعم، السموم. ويعملوه مع ماء دافئ، ويعملوه مع الخضار الطازجة مع الفواكه، النظام اللي تكلمنا عنه الكلينس، ويعملوا الكركم كذلك مكون قوي جدا في المشكلة الكلينس هل هو، وما حكاية ويحفظ البنكرياس، لأن يعني البنكرياس كلما تعرض لتسمم، الناس اللي عندهم سكري البنكرياس خصو يكون على أحسن حال، لأن يعني إذا مش حتى هذا البنكرياس ما كيفرزش الأنسولين بكمية كافية، فعلى الأقل يجب أن يبقى يعني بدون تسمم. فإذا تعرض لتسمم هذا البنكرياس غادي ينقص القضية الكمية ديال الأنسولين، وما لين السكري غادي يكون عندهم مشكل حاد عليا. كاين الناس اللي ما كيتناولوش الأنسولين، كاين أكيد. كيتناولوا غير أقراص، هذه اللي لماذا؟ لأن كاين هناك حتى وصول الأنسولين، وصولها داخل الخلايا كاين مشكل ديال يعني كيفاش غتوصل؟ المقاومة ديال الريزيستانس، يعني هذيك الأنسولين ما كتدخلش هنا، ولا عندنا مشكل كبير في وصول الأنسولين إلى هذيك المركب ديال السكر. هذا المشكل اللي كاين في على مستوى البنكرياس، وهذا الحادث يعني الفيزيولوجي ديال يعني وصول الانسولين الى الخلايا او دخول الانسولين الخلايا، هو الكركم يساعد على هذا الحادث هذا. يعني لماذا؟ لانه هو ينشط الخلايا ويحفظ الخلايا من تعرضها الى تسممات. جيد. ولذلك في هذه الجذور الحره كنركزوا احنا على المواد السامه المتخلفه من الاستقلاب الداخلي من الايض، هذا هو المشكل. أيض الجسم ميتابوليزم. هذه الأشياء إذا كان الشخص فيه مرض ما، يكون سكري ويكون رب ويكون سرطان يكون أي شيء. جميع الأمراض، على الأقل الجسم ما يزيدش يتعرض لتسمم يعني الذي سيرهق هذا الشخص لأنه مريض. إذا كان الشخص مريض فعلى الأقل ينقص حد 40% يخفف. 50% ديال هذا السموم، لأن الآثار ديال السموم كينقص من المناعة، لأن الجسم محتاج إلى المناعة لكي يعني يقاوم المرض بنفسه، والجسم لا يحتاج أدوية، يعني كما خلقه الله لا يحتاج أدوية، لأنه هو يعني قادر على مقاومة جميع الأمراض. لكن لما تنقص المناعة تيجي هنا الأمراض. يحتاج دواء، أكيد. يحتاج دواء، معناه يعني لا إله. حتى الناس اللي كانوا يصابون، الإنسان القديم كان يصاب ببعض التعفنات الجرثومية مثل الملاريا مثل التايفويد مثل أشياء هذه، كان بعض الناس اللي كيموتوا، ولكن ماشي كل شيء كان كيموت، كان الناس أكيد. كيبقاو اللي كنا كنسميهم حنا هذول اللي كيبقاو حاملين لهذا الجرثوم اللي منهم المشكل ديال التايفويد، لأن علاش؟ لأنه كيبقى على شكل متبلور في المغارة، هذه السالمونيلا كتبقى في كيبقى هذا السيد هذا كيبقى يزرع هذا السالمونيلا في الطبيعة اللي كنسميهم حنا البورتوسان، هذو اللي كيبقاو حاملين لهذا الجرثوم في أجسامهم. المراره، هما السالمونيلا كتبقى في المراره. ف جميع الامراض كيفما كانت جرثوميه ولا شيء، يجب ان تكون المناعه قويه. حتى الاشخاص اللي كيبغيو يتعالجوا بالكيميوثيرابي ولا بالرادي ثيرابي ولا شي حاجه، يعني علاج سرطان ثقيل، يجب اولا يعني هذا الناس ويجب ان تكون مناعتهم مرتفعه. ليس هناك طريق طبي لرفع المناعة، الأطباء كيعملوا الحصة الأولى الثانية الثالثة كيميوثيرابي، من بعد المناعة تسقط الشخص تنخفض عنده المناعة، الخلايا الدموية يعني الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والبلاكيت والمسائل كلها تنخفض، خصوص خلايا بيضاء يعني تنخفض، فالطبيب لا يقدر على
إضافة يعني حصة أو حصتين، اوكي ثم أنه يقول لها الشخص يجب أن تستريح وتأكل جيد. لكن تأكل جيد، هذه كلمة تأكل جيد ماذا يجب أن تأكل؟ نفصلها، هل يأكل جيد سيأكل لحوم أم يشرب لبن أم يأكل سكر؟ يعني هناك يأكل جيد، فكلمة جيد يجب أن يفهمها المريض بأن يجب أن يأكل طبيعيا، أن يكون طبخ في الطين بزيت الزيتون، وأن يأكل أكل طبيعي، ليس بالضرورة أن يكون لحم ممنوع على أصحاب السرطان حتى ولو المناعة انخفضت. ممنوع السكر واللحوم على أصحاب السرطان، لأن الخلية السرطانية تتغذى على السكر وعلى البروتينات. الخلية السرطانية لا تقدر على الدهون، زيت الزيتون لا تقدر عليه، زيت الزيتون يخنق هذه الخلية، لأنها لا تقدر على استخراج الطاقة من الدهون. تستخرج الطاقة من السكر ومن البروتينات، ولكن لا تستخرج الطاقة من الدهون. لذلك الناس اللي عندهم سرطان يكثرون من زيت الزيتون والشعير، زيت الزيتون والشعير والثوم، يعني وهذا الخشاش اللي كنتكلموا عليه مثل والكركم الكركم، مثل المسائل هذه كلها يكثرون منها. لأن علاش؟ لأن المضادات للأكسدة، هذه المضادات ستحفظ الجسم يعني من التعرض لهذه السموم اللي عليه زينوبيوتيك، كلها سموم يعني حتى داخليه ديال الايض ديال الاستقلاب. ولكن عموما يجب على الشخص في اي مرض، لعلاج اي مرض، ان يتجنب تناول سموم. كاين اشخاص اللي عندهم سرطان لكن باقيين كياخذوا فاست فود، باقيين يشربوا مشروبات غازيه. نعم كاين ناس عندهم سرطان مازالين يدخنوا، كاين ناس عندهم سرطانات مازال يعني عندهم المقليات والحلويات يعني كيتناولوها ويعيشون عليها، يعني كاين مازال كيتناولوا القهوه، كاين ناس مازال يتناولوا السكر. كاين هذه اشياء خاطئه، وهذا خطا. لان لماذا؟ لان اولا احنا في البروتوكول هذا العلاج كيميوثيرابي نحن نصرف كثير ويكلفنا كثير، يكلف ميزانيه الدوله كثير، ثم هذا الدوله عليه عامله اللي عليها، ولكن الشخص يجب ان يعمل ما عليه كذلك. هذا الشخص يجب ان يساعد يعني هذا الطاقم الطبي في العلاج، ان يتجنب جميع المواد السامه لكي يكون العلاج صائب، لكي يعطي نتيجه نتيجة 100%. جيدة فعلا. ويعني في هذا السياق ان كثير من الناس اللي عندهم دابا النظام الغذائي ديالهم طبيعي جدا، وان حتى الكيموثيرابي عطات نتيجه جيده. مرات الطبيب ما كيكونش عارف الشخص شنو يعمل، يعني يظن ان الكيموثيرابي اللي عالجته، وهذا هو الخطأ. علاش؟ لان المريض ما كيخبرش الطبيب شنو كيعمل اشياء اخرى من غير الكيموثيرابي اللي كتعطيه المفعول ديالها اكثر من الكيموثيرابي، لكن الطبيب يظن ان الكيموثيرابي هي التي عالجت، فكيبقى يعطي الكيموثيرابي، كيبقى يعطي 16 حصه، يبقى يعطي 30 حصه و60 حصه. كاين الناس عندهم دابا لوكيميا سرطان الدم، اخذ 60 حصه كيموثيرابي، كاين اللي خد 90 حصه كيموثيرابي. الجسم لا يقدر على هذا العدد ديال الحصص، لا يقدر، من المستحيل هذا الجسم هذا ان يتحمل كاع هذه الاشياء هذه. حتى انه الان الجسم يتكيف مع الكيموثيرابي، كيف يعيش بالكيموثيرابي. ملي كيوقف الاطباء الكيموثيرابي الشخص كيشد الارض. هذه لا يخص يعني نشوف هذه المسائل. الكيموثيرابي خصنا واحد الوقت نوقفوها باش نشوف الجسم هذا واش وقف ولا لا. انا لو كان الجسم عاطينه كيموثيرابي واقف الكيموثيرابي قلت له نوقفها غادي يحبس هذه. فهنا كاين خطا كبير، ان النظام الغذائي وان تعرض الجسم لكيماويات اخرى لتكون مع المرض هي التي يجب ان ننتبه اليها، ويجب ان تدخل في الحسبان. لا يمكن ان نعطي علاج هكذا يعني مستقيم، علاج هكذا تاخذ الشخص بقي ياكل سموم واحنا عاطينه، يعني بقي ياخذ الالرجينات مثلا، شخص نعم عنده ربو ولا عنده حساسيه مازال يتناول المسببات للحساسيه، ثم احنا عاطينه فونتورين وعاطينه كورتيكويدات. يعني هذا هذا تستخرج الطاقه من السكر ومن البروتينات، ولكن لا تستخرج الطاقه من الدهون. لذلك الناس اللي عندهم سرطان يكثرون من زيت الزيتون والشعير، زيت الزيتون والشعير والثوم، يعني وهذا الخشاش اللي كنتكلموا عليه مثل والكركم الكركم، مثل المسائل هذه كلها يكثرون منها. لان علاش؟ لان المضادات للاكسده، هذه المضادات ستحفظ الجسم يعني من التعرض لهذه السموم اللي عليه زينوبيوتيك، كلها سموم يعني حتى داخليه ديال الايض ديال الاستقلاب. ولكن عموما يجب على الشخص في اي مرض، لعلاج اي مرض، ان يتجنب تناول سموم. كاين اشخاص اللي عندهم سرطان لكن باقيين كياخذوا فاست فود، باقيين يشربوا مشروبات غازيه. نعم كاين ناس عندهم سرطان مازالين يدخنوا، كاين ناس عندهم سرطانات مازال يعني عندهم المقليات والحلويات يعني كيتناولوها ويعيشون عليها، يعني كاين مازال كيتناولوا القهوه، كاين ناس مازال يتناولوا السكر. كاين هذه اشياء خاطئه، وهذا خطا. لان لماذا؟ لان اولا احنا في البروتوكول هذا العلاج كيميوثيرابي نحن نصرف كثير ويكلفنا كثير، يكلف ميزانيه الدوله كثير، ثم هذا الدولة عليه عاملة اللي عليها، ولكن الشخص يجب أن يعمل ما عليه كذلك. هذا الشخص يجب أن يساعد يعني هذا الطاقم الطبي في العلاج، أن يتجنب جميع المواد السامة لكي يكون العلاج صائب، لكي يعطي نتيجة نتيجة 100%. جيدة فعلا. يعني في هذا السياق أن كثير من الناس اللي عندهم دابا النظام الغذائي ديالهم طبيعي جدا، وأن حتى الكيميوثيرابي عطات نتيجة جيدة.
مرات الطبيب ما كيكونش عارف الشخص شنو يعمل، يعني يظن ان الشيموثيرابية اللي عالجته، وهذا هو الخطأ. علاش؟ لان المريض ما كيخبرش الطبيب شنو كيعمل اشياء اخرى من غير الكيموثيرابي اللي كتعطيه المفعول ديالها اكثر من الكيموثيرابي، لكن الطبيب يظن ان الكيموثيرابي هي التي عالجت، فكيبقى يعطي الكيموثيرابي، كيبقى يعطي 16 حصه، يبقى يعطي 30 حصه و60 حصه. كاين الناس عندهم دابا لوكيميا سرطان الدم، اخذوا 60 حصه كيموثيرابي، كاين اللي خد 90 حصه كيموثيرابي. الجسم لا يقدر على هذا العدد ديال الحصص، لا يقدر، من المستحيل هذا الجسم هذا ان يتحمل كاع هذه الاشياء هذه. حتى انه الان الجسم يتكيف مع الكيموثيرابي، كيف يعيش بالكيموثيرابي، من اللي كيوقف الاطباء الكيموثيرابي الشخص كيشد الارض. نهايه هذه لا يلخص، يعني نشوف هذه المسائل. الكيموثيرابي خصنا واحد الوقت نوقفوها باش نشوفوا الجسم هذا واش واقف ولا لا. انا لو كان الجسم عاطينه كيموثيرابي واقف الكيموثيرابي خصنا نوقفه غادي يحبس هذه. فهنا كاين خطا كبير، ان النظام الغذائي وان تعرض الجسم لكيماويات اخرى لتكون مع المرض هي التي يجب ان ننتبه اليها، ويجب ان تدخل في الحسبان. لا يمكن ان نعطي علاج هكذا، يعني مستقيم علاج هكذا تاخذ هذه، يعني الشخص بقي ياكل سموم وحنا عاطينه، يعني بقي ياخذ الالرجينات مثلا، شخص عنده رب ولا عنده حساسيه مازال يتناول المسببات للحساسيه ثم احنا عاطينه فونتورين وعاطينه كورتيكويد.